السلامة الكاملة كانت من جانب سوداني، وجها لوجه يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة والتاسع في رصيده الشخصي مع المنتخب الوطني. فرحة طبعا مشروعة لأنصار المنتخب الوطني رغم عدم أهمية المباراة، بين قوسين لكن الجمهور حاضر بقوة. شوف اللقطة المعادية، لما تكلمت على السوداني غير الجناح الأيسر، غير الجناح الأيمن وطلب الكرة في العمق، ولما طلب الكرة في العمق صاب روحه بين زوج مدافعين، السرعة تاعو الخفة تاعو سمحت له يطلب الكرة ويمد الكرة في الحارس من الجهة اليمنى تاع الحارس المالي. الحارس سميلة